ويلكم باك شباب. سنقوم هذه المرة بتفعيل كويست And This Treasure Goes To، حيث سنقوم بجمع ثلاثة صناديق مجهولة بأماكن متفرقة في منطقة ليوي، وبعدها سنقوم ببيع هذه الصناديق لأحد تجار سوق الجمعة في ليوي. Let's go. نقوم بالتليبورت إلى هذه المنطقة حيث سنرى مخيم صغير. يمكن عدم قراءة المذكرات والبدء فورا باستقصاء آثار تواجد عالم الآثار. نقوم بالتوجه إلى موقع الأثر الأخير، وبالطبع يفضل جمع كل الصناديق في الطريق، لكن لاختصار الوقت سأجمعها في وقت لاحق حيث سيصدر فيديو خاص بالصناديق السرية والمخفية في منطقة ليوي. بعد العثور على الأثر الأخير نقوم بالصعود إلى الأعلى حتى نصل مخيم صيادي الكنوز. بعد هزيمة صيادي الكنوز نفتح الصندوق الذي يحوي المفتاح اللازم لتحرير عالم الآثار. بعد التحدث مع الـ NPC يتفعل الكويست And This Treasure Goes To مباشرة. نتجه إلى موقع الكنز الأول والذي سيكون مخبأ تحت الشجرة، ونحصل على أول صندوق مجهول. نتجه إلى موقع الصندوق المجهول الثاني عبر هذا التليبورت. هنا علينا تخفيض مستوى الماء في البحيرة عن طريق تفعيل الجيو إليمنتال مونيمون المقفل، ولفتحه يجب إشعال 4 مشاعل. الآن علينا إيجاد ثلاثة من السيل كي نزيل الحاجز عن الصندوق. يفضل البدء بمرافقة السيلي القريبة من موقع الإليمنتال مونيمون كي لا نعود للصعود إلى الأعلى، لكني نسيت ذلك. نقوم بالتليبورت إلى موقع الصندوق المجهول الثالث عبر هذا التليبورت. هنا يوجد 5 نقوش لشعار الجيو علينا تفعيلها، ويفضل استخدام الجيو ترافلر لسهولة الاستخدام. Give up.
بعد تفعيل آخر نقش سيظهر الصندوق الذي يحوي على ثالث صندوق مجهول. بعد أن عثرنا على جميع الصناديق نذهب إلى مدينة ليوي ونتجه إلى موقع التاجر. هنا علينا تبديل الوقت من النهار إلى الليل لأن هذا التاجر لا يتواجد في مكانه إلا في الليل. وبهذا يكون الكويست والفيديو قد انتهيا معا، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.